اهلا ومرحبا بكم في توقعات احوال الطقس اليوم غد الاربعاء. غد تميز الحاله الجويه عامه بطقس حار نسبيا بكل من الجنوب شرقي للبلاد وسهول تادلا واقصى الجنوب، فضلا عن تشكل سحب منخفضه خلال الصباح والليل بالقرب من السواحل. غتكون مرفوقه بكتل ضبابيه او احيانا بامطار جد خفيفه ومحليه. سيلاحظ نمو سحب غير مستقره ابتداء من نهايه فتره الصباح فوق مرتفعات الاطلس، وغتمتد فيما بعد نحو الجنوب الشرقي والهضاب العليا الشرقيه. غتهب الرياح ضعيفه الى معتدله القوه من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقه الشرقيه ومن القطاع الشمالي واحيانا من الغرب عموما في باقي ارجاء البلاد. الان خليوكم مع درجات الحراره. بالنسبه لمدينه طنجه غتعرف 22 درجه، وجده غتعرف 19 درجه، فاس غتعرف 20 درجه، كذلك بالنسبه لمدينه الرباط 20 درجه، الدار البيضاء غتعرف 19 درجه و20 درجه بمدينه مكناس، مراكش غتعرف 18 درجه، كذلك بالنسبه لمدينه اكادير، والعيون غتعرف 19 درجه داخله 18 درجه. الآن خليكم مع توقعات أحوال الطقس لهذا الأسبوع. شوف تي في جابت لكم الجديد لابليكاسيون موبيل، واللي جات بين يديكم مجموعة من الامتيازات، أجيو نكتشفوها. التطبيق ديالنا شامل، كيضم التلفزة الإلكترونية، الجريدة الإلكترونية، شوف سبور، المرأة تي في، وأسبوعية المشعل. آخر المسجدات كتوصلوا بها مباشرة من كتأنستاليو التطبيق ديالنا، والأكيد أنكم كطرحوا السؤال ديال كيفاش نحصلوا على هذا التطبيق. زوار ديالنا اللي عندهم الاندرويد يكفي انكم تدخلوا البلاي ستور وفي لا بار دو ريشيرش تابيو شوف تي في، وهي لابليكاسيون عندكم. جديد الاخبار وسكوبات بالصوت والصوره، برامج حوارات وريبورتاجات كلها متوفره في لابليكاسيون شوف تي في. وبلا ما نساو التطبيق ديال شوف سبور اللي غادي يطلعكم على اخبار حصريه ومثيره في عالم الرياضه بالصوت والصوره. شوف تي في، اخر الاخبار بين يديك بسامبل كليك.